لو الحكاية فيها إن فيكو. النهاردة الثلاث 19 مارس، والنهاردة القمر موجود في برج العذراء من الساعة 4 إلى 3 الفجر. عندنا كمان أورانوس والمريخ الاثنين في الثور، وعندنا المشتري في القوس، وعندنا زحل وبلوتو في الجدي، وفينوس في الدلو، والشمس ونبتون في الحوت. عندنا كمان عطارد مازال بيتراجع في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر موجود في منزل العمل، وده بيديهم كل الطاقة اللازمة عشان ينجزوا أعمالهم، وهيكون عندهم الإصرار اللي يخليهم ينجزوا أعمالهم على أكمل وجه إن شاء الله. كمان هيكون عندهم قدرة على تنظيم وقتهم وتنظيم أعمالهم بصورة رائعة. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد الثور النهاردة القمر بيدعمهم جدا في منزل الحب، وبيديهم طاقة عاطفية وطاقة بدنية رائعة، فيقدروا ان هم يوطدوا علاقتهم بالأحباب، وكمان على الصعيد المهني هيقدروا ان هم ينجزوا شغلهم بصورة إيجابية. كمان هيكون عندهم القدرة على إبراز مواهبهم، وهيكون عندهم روح ابتكارية وقدرة على تنظيم وقتهم وأعمالهم وأفكارهم. كمان هيكون عندهم زي ما قلت روح ابتكارية، وبالتالي ممكن يقترحوا أفكار مهمة، وممكن يقترحوا القيام بنشاطات ممتعة. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر للأسف في وضع معاكس عائليا واجتماعيا، ومطلوب من مواليد الجوزاء انهم انهم يحرصوا على اللباقة والدبلوماسية في تعاملاتهم، يحاولوا كمان يكونوا مرنين، ويحاولوا يتجنبوا الدخول في اي حوارات شائكة او في اي جدال يؤدي لصدام، خصوصا مع الاهل ومع القرايب وفي العلاقات الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندهم القمر بيدعمهم جدا في علاقاتهم الاجتماعية والعائلية، يعني ممكن يقضوا أوقات حلوة مع الأهل ومع الإخوات، ويقدروا ان هم يتواصلوا مع الناس اللي حواليهم بمنتهى الذكاء. كمان هيكون عندهم لباقة ودبلوماسية جدا في عرض أفكارهم، ويعرفوا يعني يكونوا مقنعين ويعرفوا يتفاوضوا كويس، وبالتالي ده يوم مناسب جدا لو عايزين يعملوا انترفيو، هيقدروا ان هم يعرضوا مواهبهم بذكاء. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل المال، وده بيساعدهم ان هم يديروا أمورهم المالية يعني بذكاء وبحكمة. هيكون عندهم قدرة لأن هم يواجهوا أي عقبات بتقابلهم إن شاء الله، بس مهم إن هم يضعفوا تركيزهم، لأن ممكن يكون تركيزهم مش رائع النهاردة. مواليد العذراء النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، والنهاردة مواليد العذراء هيكونوا في قمة تألقهم، وعندهم سحر وجاذبية جدا. على الصعيد العاطفي هيكون عندهم قدرة على ان هم يفتنوا الجنس الآخر. كمان في الشغل هيكون عندهم قدرة كبيرة على إثبات وجودهم، ويعرفوا ان هم يمسكوا الخيوط كلها في ايدهم، ويعرفوا ان هم يفرضوا إرادتهم. نروح بعد كده لبرج الميزان. وللأسف النهاردة مواليد الميزان عندهم القمر في منزل الصحة السلبي، وده ممكن يخلي طاقتهم قليلة شوية. النهاردة بالنسبة للميزان يوم مناسب للاسترخاء، وان هم يحاولوا ما يثيروش الجدل والحوارات. هم حتى هيكونوا بيميلوا للابتعاد عن الأضواء، والأفضل ليهم انهم فعلا يبعدوا عن الاضواء او عن الظهور، ويحاولوا انهم ما يعلنوش خططهم وما يتكلموش عن انجازاتهم،
يعني كل ده هيكون حفاظا على سلامتهم، ومهم كمان ان هما يهتموا بصحتهم وياخدوا قسط وافر من الراحة. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندهم القمر في منزل الأصدقاء، والنهاردة ممكن يقضوا أوقات حلوة مع الأصحاب، أوقات اجتماعية رائعة تجمعهم بالمخلصين. ممكن يكون عندهم أجواء احتفالية تديهم روح تفاؤل أكتر، وممكن يحصلوا على نصايح مخلصة من الأصدقاء. كمان هيكون عندهم روح ملهمة، ده يساعدهم جدا على الصعيد المهني. يعني النهاردة كمان على الصعيد المهني مواليد العقرب عندهم قدرة على تنمية أعمالهم إن شاء الله. نروح بعد كده لمواليد القوس. النهاردة مواليد القوس عندهم للأسف القمر في وضع معاكس معاهم مهنيا، ومطلوب من مواليد القوس يكونوا حذرين أكتر في شغلهم، يحاولوا يحموا نفسهم من المكائد، يحاولوا يركزوا ويضعفوا تركيزهم علشان ما يقعوش في أخطاء تتمسك ضدهم. قد يكون مواليد القوس النهاردة عندهم شعور بالتشوش، ويحتاجوا لحد يديهم ثقة بالنفس أكتر، أو هم يساعدوا نفسهم بأن هم يرتبوا أفكارهم وينظموا وقتهم علشان يعرفوا يتغلبوا على الشعور بالتشوش. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيدي مواليد الجدي منتهى الحظ، عندهم استعداد أكتر لملاحقة أهدافهم، ويقدروا إن هم يعني يحققوا نجاحات على كل الأصعدة. يقدروا ان هم ممكن يعني يكون عندهم قدرة على ان هم يحققوا تطور في شغلهم، لان عندهم رغبة في انهم يزودوا معلوماتهم ورغبة في المعرفة اكتر. كمان لو بيتعاملوا مع جهات أجنبية هيكون عندهم القدرة على يعني توطيد علاقتهم اكتر بالجهات الأجنبية. كمان النهاردة عندهم يوم مناسب جداً لزيادة يعني فرصهم ان هم يخططوا او ينجحوا في التخطيط لسفر، او يحققوا نجاح لو كانوا على سفر. نروح بعد كده لبرج الدلو. مواليد الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، والنهاردة مواليد الدلو من حقهم ان هم يتفائلوا، خصوصا إذا كانوا النهاردة عندهم يقظة وواقعيين، وكمان تفاؤلهم هيكون على أساس واقعي. يعني هيكون عندهم يوم مناسب جدا للبيع وللشراء، وعندهم يقظة ذهنية تسمح لهم بأن هم يخططوا حلو لمستقبلهم، وعندهم وضوح في الأفكار، وإذا هيكون ذهنهم حاضر إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندهم القمر للأسف في مواجهة برجهم، وده ممكن يخليهم معرضين لضغوط أو يكونوا عصبيين، وعندهم توتر بيسيطر، يعني في روح توتر بتسيطر عليهم. ممكن ده يتسبب في أزمة زوجية لو كانوا متجوزين، خصوصا انه المواجهة دي منزل الشراكة، يعني شركاء الحياة ممكن يكونوا يعني بيمثلوا ليهم نوع من يعني من الاستفزاز، او عندهم جواهم رغبة في التمرد على شركاء الحياة او على شركاء العمل. فبس مطلوب من مواليد الحوت النهاردة ان هم يكونوا صبورين، ويحاولوا ان هم يتفهموا الاختلاف اللي ممكن يكون موجود بينهم وبين شركاء الحياة او شركاء العمل. لكن كمان مطلوب من مواليد الحوت انهم يكونوا حذرين ويحموا حقوقهم وياخدوا بالهم كويس في توقيع اي اوراق او عقود، يحاولوا يكونوا ملتزمين كمان في الامور القانونية. واما في يعني الناحية الصحية بقول لمواليد الحوت مهم كمان انكم تحافظوا على هدوء اعصابكم عشان حفاظا على صحتكم، وتحاولوا ان انتم تتحركوا بالراحة، ولو بتسوقوا عربية تسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.
فيجو.